بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا شباب، يا جروب رويال فانز. أحب نبارك لكم بالفوز اللي كان أمس على فريق النصر، صراحة فوز مستحق، ونبارك لكم الوصول للمباراة النهائية، وعقبال إن شاء الله نشوفكم متوجين بإذن الله تعالى. ألف مبروك يا مجانين. وأنا اليوم صراحة متواجد مع واحد من الزملاء، شوفوا مين معايا يا شباب. رويال فانز، إبراهيم سويد. شكرا يا محبيني، وإن شاء الله نشوفكم متوجين بإذن الله بالكأس.